البداية ستكون مع جلسة تداول اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع في البورصة المصرية. ترصدها لنا الزميلة درية عاطف التي تنضم إلينا على الهواء مباشرة لتنقل لنا طبيعة هذه الجلسة وكيف جاءت. تفضلي درية. تحياتي لك أحمد وجميع السادة المشاهدين، وفي البداية دعنا نؤكد على مشاهدينا الكرام ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، احمي نفسك احمي بلدك. بالفعل من هنا من أمام مقر البورصة المصرية، وللمزيد من التفاصيل حول جلسة بداية الأسبوع تنضم لي الأستاذة حنان رمسيس خبيرة الأسواق المالية. برحب بك يا فندم في البداية، عشتك سر. ازيك يا درية، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بك مرة تانية، ويعني لو تطلعينا على يعني أوشكنا على ختام جلسة اليوم، يعني كانت حركة تداولات مؤشرات البورصة خلال الجلسة اليومية؟ لأول مرة منذ 3 شهور ترتفع مؤشرات البورصة هذه الارتفاعات المتوالية. احنا المؤشر الرئيسي للبورصة 4.5% ارتفاع، عامل أكثر من 400 نقطة ارتفاع، احنا فوق مستوى ال 11100 نقطة، مدعوم بمشتريات من قبل المؤسسات المالية المحلية اللي بقى لها فترة بتدعم حركة التداولات. النهاردة التداولات تجاوزت 1 مليار و100 مليون، وده بينم على في ثقة وتفاؤل من قبل الفئات المتعاملين وخصوصا المحليين اللي شايفين إجراءات يعني خفض حظر نوعا ما والانفتاح الاقتصادي بيأثر بإيجاب على التداولات، لأن احنا زي ما احنا عارفين البورصة من أكثر الجهات اللي ممكن تتعامل فيها عن بعد، ما بتحتاجش إن أنت تتواجد في شركة التداول، بتحتاج إن أنت بس يكون عندك إيميل أو عندك أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، فبيتم بقى إعطاء الأوامر والبيع والشراء ومتابعة الجلسة من خلال الإنترنت، فبيبقى من الأسهل يعني التعامل فيها. استاذ حنان، لو اتكلمنا بشكل اكثر تفصيلا عن اسباب ارتفاع المؤشرات يعني خلال جلسه اليوم، يعني حضرتك تحدثتي انه جميعها مرتفعه. تمام، طبعا في شهيه المتعاملين، ودي بترجع لحاجه مهمه، ارتفاع الاسواق العربيه والاسواق العالميه مدعومه بسلسله من المحفزات اتخذتها العديد من الدول لتنشيط اسواق المال لديها. طبعا احنا عندنا خطط لتنشيط البورصه من قبل البنك المركزي مع دعم العديد من القطاعات اللي هي مقيد لها اسهم في البورصه، ومنتظرين باذن الله عوده العديد من الانشطه عشان خاطر تستكمل هذه المؤشرات ارتفاعها. طبعا احنا عندنا في قطاعات ابتدت ان هي تتفاعل مع كورونا تفاعل ايجابي زي قطاع الادويه والرعايه الصحيه، قطاع الكيماويات، الاتصالات، ودي عامله طفرات سعريه جيده جدا. انا عندي النهارده في جلسه اليوم ارتفاعات القطاعات تتراوح ما بين 9% لل 3%، واغلب القطاعات على ارتفاع مدعومه بالحاله التفاؤليه عند فئات المتعاملين. اخيرا انت لو تحدثينا عن فئات المتعاملين وجنسياتهم. النهارده المستثمرين المصريين والمؤسسات الماليه المحليه عامله مشتريات، اما العرب والاجانب فعاملين فرق بيع. الاجانب بقى لهم فتره منتهجين سياسه بيعيه، بس مش معنى كده ان هم ما بيشتروش في البورصه، هم بيشتروا ولكن بيعملوا متاجرات سريعه لدعم اقتصاديات دولهم. العرب متذبذب ادائهم نوعا ما، بس بتوقع في الفتره القادمه عوده استثماراتهم مره اخرى بعد ارتفاع سعر النفط وبعد ارتفاع المؤشرات للاسواق العربيه. شكرا جزيلا استاذ حنان على هذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعه، وعوده لك احمد مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك درية عاطف على الهواء مباشره منضمه الينا من وسط القاهره حيث مقر البورصه المصريه، وتابعنا ما استعرضته خبيره اسواق المال السيده حنان رمسيس عندما اشارت الى ارتفاعات في جلسه التداول في البورصه المصريه، على امل ان يكون هذا الارتفاع مستندا إلى أسس حقيقية وإلى أرضية صلبة تقود البورصة بمؤشراتها كاملة إلى مزيد من الارتفاعات.